السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت معاك كنت عبدو اللي انت عبدو يا سيدي الكاب. عاوز اقول لك حاجه، بس دي مش مشى، لازم نرش ميه اول بعد كده اللي يعني. الله يرحمه بقى يا بشمهندس، كان بيتحمى معاه الميه دي الله يرحمه. انا مش ماشي، بس يا مش بيت تجاني بقى بيت ثلاثة بابا تحتلت شوشي تعالى مش بيت تعالى مش بيت تعالى 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 اصحابك كده اصحابك هم بعدين هم صورت اصحابك وبابا انت مش كلكم لايك فهي جت مره عليكم.